السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من فوتوشوب تيتشر. حلقة اليوم راح تكون عن كيفية عمل تصميم مماثل لهذا التصميم باستخدام 3 صور فقط. راح نستخدم صورة شاشة وصورة الشخصيات وهذا الزجاج المكسور، طبعا هذا صورة ثالثة. راح ندمجهم بطريقة نطلع بهاي النتيجة. أول شي صورة الشاشة، طبعا بأي طريقة تريد تفتح الصور، فايل واوبن او سحب وفلات، كل واحد على الطريقة اللي يستخدمها هو حر. الصورة الثانية هي صورة الشخصيات، نفتحها. نبدي بهاي الصورة، ناخذها كوبي كلها، كنترول و اي كنترول سي كوبي بيست هنا بالكنترول في. طبعا هاي قياسات الصورة هي مناسبة ويا حجم الشاشة، بس اذا صورة كانت كبيرة عادي كنترول تي واحنا نحط القياسات الين يعني تصير مقاييس الصورة داخل إطار الشاشة، يعني حتى تكون مثل داخل الشاشة. هاي الصورة الثانية، هسه احنا نحتاج نقص هاي الشخصية من الصورة. نستنسخ الطبقة، نخفي الطبقة الأصلية، نحدد شخصية جيري أو أي شخصية كانت بالصور بالكويك سيلكشن تول. طبعا بأي طريقة تستعملوها للقص عادي، المهم نقص الصورة. نحددها أول شي، بس المهم التحديد يكون مناسب وجيد حتى تكون النتيجة النهائية للصورة تكون جيدة. انتهينا من التحديد، لا باقي شوية هنا. تمام، نضغط على ريفاين ايج، شوف عندنا اخطاء هنا، كانسل، نكمل التحديد. انتهينا من التحديد، ريفاين ايج، نعطيه شوية سموث، اوكي، انتهينا من التحديد. نستنسخ هذا المكان اللي حددناه، كنترول جي، حتى يصير عندنا نسخة من عنده ونخفيها. نرجع على الطبقة هاي، هذا المكان اللي موجود بيه شخصية جيري لازم نصبغه بنفس لون الخلفية، يعني حتى نخفيه من هذا المكان. نستخدم أي فرشاة عادية، نكبر الحجم، نختار اللون، نضغط Alt وناخذ من لون الخلفية حتى يكون نفس اللون، ونحاول نخفي هاي الشخصية. انه نصبغ فوقها باللون الخلفية راح تختفي. تمام، هسه عندنا هاي الشخصية اختفت. نظهر الشخصية اللي احنا اخفيناها حتى نقدر نتحكم بها بالمكان اللي احنا نريده. ناخذ مثلا نريد نحط هالشخصية هنا، هاي الشخصية حركناها، قصيناها من هذا المكان وحركناها. هسه نجيب الصورة الثالثة اللي هي الزجاج المكسور. هاي الصور طبعا متوفرة بالجوجل، اي واحد يقدر يكتب مثلا بروكن جلاس او زجاج مكسور راح يحصل على نتائج نفسها. ناخذها كنترول واي كوبي نفس الطريقة بيست، نحطها بالمكان اللي مثلا نريد الشاشة تكون منها مكسورة. نقلل شفافيتها حتى نشوف المكان الصحيح، مثلا اني افضل هنا أنا يكون. كنترول تي نكبرها حتى على مقاي، نكبرها اكبر من الشاشة عادي، هسه الى هنا أنا كافي او افضل اكثر بهذا المكان. اوكي، نروح على الصورة الاصلية، ندوس كنترول و اي، احنا ضاغطين كنترول و اي راح يتحدد هذا المكان فقط. نرجع على طبقة الزجاج المكسور، احنا ومحددين راح نضيف ماسك راح يخفي لنا كل الجوانب اللي خارج هذا التحديد اللي هو مقاييس الشاشة. فهاي من ميزات الماسك اخفاها رأسا. نرجع الشفافية الى الفول. هسه صار عندنا زجاج مكسور فوق هاي الطبقتين، فاحنا هذا الزجاج حتى نحوله انه يصير متداخل ويا الصورة، نغير المود الى سكرين. صار عندنا مثل هاي سكرين بس اللون الاسود دائما من الصور تخفي، فاللون الاسود اللي كان بالصورة اختفى، بقى بس الزجاج المكسور. فهسه نحكم مكان شخصية جيري، نحطه بالمكان اللي احنا نحتاجه. واني احب
اغير شوية الوقفة واضيف له ظل. انا شرحت في فيديو سابق كيف نضيف ظل، ف راح اشتغل سريع على مود طول الفيديو. هذا نحدده ونصبغه باللون الاسود، نصبغه كله باللون الاسود، دي سيلكت طبعا هاي فوق هاي، كنترول تي ديستورت، نحكم مكان الظل بالمكان اللي احنا نحتاجه طبعا. حتى او لو ما اضاف الظل هو عادي، كل واحد حسب رغبته، بس انا افضل احط ظل لانه خارج الشاشة. تمام، هسه انتهيت من الظل. هذا الظل بقى شي بسيط، انه المكان اللي قفز منه مثلا هاي الشخصية احب نضيف عليها لمسة، انه نختار اي فرشاة، بس فرشاة تكون ناعمة، نكبرها، نختار لون اسود، نسحب الطبقة الى تحت تحت صورة جيري، نصبغ هيك لونين اسود. هذا الصبغ شنو راح نستفاد منه؟ راح نروح على فلتر وبلور، بوكس بلور، نزيد البلور الى ان يتلاشى، نضغط كنترول تي، نحكم بالمكان اللي نحتاجه، فصار عندنا مثل ال مثل الـ يعني تأثير انه قفز من هذا المكان. فلهنا ينتهي هذا الفيديو، اتمنى يكون واضح للجميع. اي سؤال اي استفسار تقدرون تذكروا بالتعليقات. شرحنا بهذا الفيديو، دمجنا ثلاث صور اللي هي صورة الشاشة وصورة الصورة الأصلية اللي بها الشخصيتين، قصينا الشخصية وأظهرناها، يعني استنسخناها وأخفيناها من صورة الشخصية، وأضفنا إن الزجاج المكسور وطريقة تحويله إلى شفاف على الشاشة. لهنا ينتهي هذا الفيديو. أي سؤال أي استفسار اذكروه بالتعليقات. مع السلامة.